أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الشرطي. مع تسارع موجة التكنولوجيا الحديثة وتعزيزا للابتكار في بيئة العمل المؤسسي كأساس لتحقيق رضاء الجمهور بالخدمات المقدمة، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة عون لعرض الخدمات الشرطية للجمهور عبر تطبيق الواتساب. المزيد حول هذه المبادرة وأهدافها نتابعه في التقرير التالي. يأتي إطلاق المشروع في إطار التزام القيادة العامة لشرطة الشارقة بالعمل على تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية من خلال تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني بجميع مجالاتها ورفع كفاءة الأداء الشرطي وتطوير خدمات المتعاملين بما يتناسب مع طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات المجتمع. طبعا في البداية حرصا وزارة الداخلية وبتوجيهات من سيد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالاهتمام بالخدمات بشكل كبير وإشراف ومتابعة من سيدي سعادة القائد العام سعادة اللواء سيف الزر الشامسي في تطوير الخدمات بشكل مستمر. خلنا نقول إحنا أطلقنا هذه المبادرة أو هذا المشروع كابتكار حقيقة في ظل التحديات الموجودة، خلنا نقول مدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ممكن نحن اليوم نعرف مدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومدى أهميتها ومدى تأثيرها بشكل كبير، كيف نستثمر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيصال الخدمات لكل شرائح المجتمع. طبعا ليش اخترنا الواتساب؟ الواتساب نحن اليوم على حسب الإحصائيات تمثل نسبة استخدام 82%، ما في شخص ما يخلو هاتفه من الواتساب، وبالتالي أيضا خلنا نقول حتى اطلاعه أو مشاهدته أو متابعته للواتساب تقريبا مستمرة، ممكن كل 5 دقائق ممكن يشوف الواتساب. اليوم نقول أيضا أن المجتمعات دائما تسعى للأشياء السلسة والمرنة. اليوم أنت يعني من ضمن رفاهية حقيقة اللي تقدمها دولة الإمارات بكل قطاعاتها من خلال توفير كل الخدمات وبسهولة وبيسر. نحن نعرف أن في مواقع إلكترونية ممكن تقدم هالخدمات، ونعرف أن التطبيقات الذكية أيضا، ولكن نحن دائما نسعى للأفضل والأسرع. حقيقة هذا المشروع، مشروع الواتساب، مثل ما أنا تفضلت، يمكن لأنه هو موجود في كل هاتف، لا يحتاج الشخص أن مثلا ينزل تطبيق معين أو يعمل يوزر معين أو باسورد معين، وبالتالي هناك خطوات للدخول لهذا الموقع. وأيضا يعني يتضمن مجموعة من الخدمات ذات الأولوية. اليوم أنا إذا أدخل أي موقع إلكتروني، المواقع الإلكترونية تقريبا أصبحت مزحومة من خلال الأخبار، من خلال المعلومات اللي موجودة، وبالتالي البحث عن الاستفسار أو الخدمة اللي أنا أحتاجها يمكن يأخذ مني وقت أكثر. فهي مسألة تسهيل كمرحلة أولية من خلال مشروع الواتساب، فقط على الشخص أن يخزن التليفون في هاتفه من ثم يستدعي عن طريق الواتساب أي كلمة ترحيبية يرد عليه. طبعا نحن وفرنا من خلال 3 لغات اللي هي اللغة العربية والإنجليزية والأردو، بحيث أن كل شرائح المجتمع ممكن تستفيد من هذه الخدمة. نحن نقول اليوم هذه الخدمة يعني تساهم كثيرا في تحقيق أهداف أو الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية فيما يخص تعزيز الأمن والأمان، فيما يخص أيضا ثقة المتعاملين حقيقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وتتوفر المعلومات الخدمية للجمهور على مدار الساعة مع سهولة الوصول إليها في أي وقت وأي مكان عبر برنامج الواتساب على الرقم 06-563-3333. وتتوفر هذه الخدمة ب3 لغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والأردو، لتقديم كافة المعلومات بوضوح وشفافية لكل فئات المجتمع
بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا برنامج الواتساب تضمن مجموعة من الخدمات ذات الأولوية، منها خدمات شرطية ومنها خدمات مرورية، نسعى من خلالها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ضمان أو تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، وأيضا تعزيز الأمن والأمان. على سبيل المثال، من خلال تعزيز الأمن والأمان، أنا أقول من ضمن الخدمات المقدمة في برنامج الواتساب، اليوم نحن عندنا مركز اتصال يتلقى العديد من الاتصالات حول هذه الاستفسارات اللي هو 901. أحيانا تكون الاتصالات تتحدث عن أو تستفسر عن مكان وجود مركز معين، وأعتقد أنت من السهولة اليوم أنك أنت اللهم أنه يعني توفر لينك أو الموقع، وبالتالي يستطيع الشخص أن يستخدم الجوجل ماب يوصل للمركز بكل سهولة وبكل يسر. وهذا نحن نشوفه يعزز الأمن والأمان، لأنه اليوم لما كل المراكز تكون متاحة ومعروفة لدى الشخص، أتصور أنه يعني يستطيع الوصول للمركز بأسرع وقت. أيضا في عندنا الخدمات المرورية ذات الأولوية اللي هي عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية أو دفع المخالفات المرورية أو حتى الإجراءات الثانية المتعلقة بترخيص الآليات أو ترخيص السائقين، بإمكانه الحصول عليها. طبعا البرامج هذا يوفر لك المعلومات، تكون المعلومات موجودة عندك بكل يسر وبكل سهولة. ممكن يقول لك مثلا كيف الطريقة اللي ممكن فيها تدفع المخالفات، فيحدد لك انه مثلا ممكن عن طريق مراكز الخدمة او عن طريق جهاز سهل او حتى عن طريق تطبيق وزارة الداخلية. طبعا هذا كمرحلة اولى. كمرحلة ثانية في هناك تصور لإضافة خدمات تكون أكثر، يتم دراستها حاليا ونشوف مدى أهميتها أو أهمية طرحها من خلال هذا البرنامج. وتعزز القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال هذه المبادرات التواصل مع كافة فئات المجتمع، فضلا عن دعم الابتكار في تقديم الخدمات في المؤسسات الأمنية. طبعا تطبيق الواتساب وتم تسميته باسم عون، على اعتبار أن تقديم العون لكل المتعاملين من خلال تقديم المعلومة، خلنا نقول بسهولة وبيسر. اليوم كل الأشخاص المتعاملين يحتاجون إلى المعلومات، وأن تكون بطريقة أسهل وأن تكون بطريقة سريعة. ايضا احنا راعينا في هذا الجانب، نقول الاشخاص اللي هم ذوي الاعاقه، يمكن بالنسبه لهذه الفئه وخصوصا فئه الصم والبكم، يمكن في صعوبه في عمليه التواصل مع مراكز الخدمه او من خلال الاتصال للحصول على المعلومات تتهمهم طبعا، لكن عن طريق هذا البرنامج بامكانه ان يتواصل مع هذا البرنامج، يكون الرد الالي والذكي، يوفر له كل المعلومات اللي ممكن يحتاجها، وين يقدر يحصل على هذه الخدمات، ما هي التطبيقات اللي يحتاجها أيضا للحصول على هذه الخدمات، بالإضافة إلى أيضا عملية تعليمه. أنت إذا نزلت التطبيق شو تحتاج بالضبط من بيانات اللي كانت بطاقة هوية أو أي من المعلومات الثانية للاستفادة من خدمات التطبيق. غرست أشجار المحبة وروتها بقيمها الأصيلة، نشرت ظلال التسامح فوق ربوعها، فأشرقت برونق الحياة الهانئة الآمنة. الشارقة، هدفنا في إمارة الشارقة كان وما زال أن نوفر الأسس السليمة لبناء مجتمع مستقر مزدهر يشارك يبدع في رسم مستقبل. ومن يرنو إلى الآفاق البعيدة تتكشف أمامه السبل وتتجلى الرؤية.
المؤشرات تشهد ولغة الأرقام تتحدث. إضاءات كاشفة لجهود منظومة أمنية متكاملة. زواعد العزيمة والإصرار تحقق الغايات وتحسم سباقها مع الزمن. عقول فطنة تسلحت بالعلم والمعرفة فأثبتت براعتها، ولدروب السلامة علامات يعرفها من خبر مسالكها وعالج علتها فجعل منها روافد خير مأمونة. وللسعادة أبواب عتباتها الخير ومفاتيحها الإنسانية. ومداوات النفوس تلزمها الحكمة والرحمة وزرع الأمل في القلوب. بقدر العطاء ترتفع رايات الإنجاز. للقمم روادها، ومن يعتلي قمة التميز ينال الصدارة. جهود مخلصة بذلت فأثمرت على أرض الإمارة الباسمة، لتظل الشارقة دائما أبدا واحة أمن وأمان وسعادة إنسان. سعياً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترجمة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الذكاء الاصطناعي، أطلق مجلس شباب شرطة الشارقة مبادرة 100 مبرمج لمنتسبيها، وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة. حول المبادرة وأهميتها نتابع المزيد في التقرير التالي.
اليوم نحن كلنا على اطلاع بأهمية المهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة، والتي أطلقت أو أطلت بظلالها على جميع القطاعات بما فيها القطاعات الأمنية. اليوم إعداد مبرمجين في هذا المجال أصبح مطلب حيوي، مطلب مهم، أن بحيث أن كيف يكون اليوم عندنا شباب من المنتسبين للشرطة الشارقة يكون عندهم المهارات وعندهم خلنا نقول الدراية الكافية بإعداد البيانات الضخمة، كيف تحليل البيانات الضخمة، كيف إعداد تطبيقات ذكية تخدم الكستمر أو المستخدم لهذه التطبيقات، الخدمات التي تقدم من خلال القيادة. فالبرنامج مكثف، برنامج مدته 4 شهور، برنامج راح يبدأ بالأساسيات البرمجية الحديثة، ولكن بعدين راح تكون هناك تطبيقات في مجال استخدامات الويب، في مجال استخدامات البيانات الضخمة، في مجال استخدامات كذلك التطبيقات الذكية كيف يتم برمجها حسب الأصول وحسب الأساسيات المتعارف عليها. احنا طبعا ميزة مبرمج او فكرة المبرمج او البرمجة بشكل عام هي توجهات دولة، مثل ما نرى الحين احنا ونشوف توجهات مثلا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واطلاق لمبادرة مليون مبرمج عربي. فتوجب علينا احنا كقيادات شرطية او شباب او مجالس شباب ان نمشي في هذا التوجه نفسه ونطور المهارات اللي عند الشباب هذه، لأن توجه الدولة أو توجه العالم في المستقبل بيكون كله مرتبط مع البيانات، وإحنا اليوم نتعامل مع بيانات ضخمة جدا، فلازم هذه البيانات تقنن من خلال البرمجة للوصول لبرامج معينة تسهل لنا الحصول على المعلومة باكر. لأن اليوم إحنا تبني من ولد الشخص لين وفاته تبني ملايين البيانات عنه، فكيف أنا أدير هذه البيانات وانت قيس هذا على عدد الأفراد المجتمع سواء على إمارة الشارجة أو دولة الإمارات أو العالم ككل. فتوجب علينا إحنا كمجلس شباب شرطة الشارجة إطلاق مبادرة تواكب هذه التوجهات على مستوى الدولة لإدارة هذه البيانات. فاليوم إحنا عندنا نسب الجرائم الحمد لله في انخفاض، لكن مستقبلا هذه الجرائم بتتغير نوعيتها، بتصير جرائم رقمية، فلابد من إحنا كمجلس شباب أو شباب على مستوى القيادة نطلق هذه المبادرات لمكافحة هذه الجرائم وتقليل نسبة الجرائم هذه ورفع الشعور بالأمان على مستوى الدولة. صار اليوم شعور بالأمان مش شيء المحسوس اللي أنت لازم تشوفه قدامك تواجد دورية وغيره، لا، صار الموضوع رقمي، وجود الكاميرات، المتابعة، المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تكون، هذه كلها احنا محتاجينها. فاليوم هذه 100 مبرمج جاءت من خلال هذا التوجه لتوجه الدولة وتوجه القيادة عندنا. فالحمد لله صار الإطلاق يوم الأثنين في تاريخ 23 إطلاق من قبل سعادة اللواء سيف الزري الشامسي في أكاديمية العلوم الشرطية، وكان بالتعاون مع كلية تقنية الشارقة. كلية تقنية الشارقة مشكورين إزاهم الله خير على تبني هذه المبادرة، فكان عندنا نشاط معاهم اللي هو تدريب 25 موظف، لكن مستهدفنا اللي هو 100 وأكثر عن 100 موظف على مستوى القيادة. إن شاء الله بتكون في أنشطة ثانية مختلفة، ما بنتخصص بس في مجال مثلا لغة برمجة واحدة ولا مجال برمجي، لا، بنتوجه إن شاء الله للهاردوير والسوفتوير، التصميم، الشبكات، هذه كلها بنغطيها إن شاء الله من خلال المبادرة. أنا أبغي إن شاء الله في المستقبل، أو إحنا كشباب نبغي في المستقبل، كل إدارة عامة موجودة على مستوى القيادة تحقق الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي من ناحية نظم المعلومات اللي موجودة، سواء الإدارة هذه احتاجت اليوم برنامج خلاص قادر توفر البرنامج نفسه، محتاجة تطوير في الهاردوير، تطوير في السوفتوير، تقدر توفر هذه من خلال الكوادر اللي إن شاء الله بنأهلها من خلال هذه المبادرة. علي هلا، شوف شو مطارشين على الجروب، شوف يا جماعة الخير، شوفوا شايبة في كورونا في، شوف الدوريات، شوف الدنيا كيف مع التفسة. انت راقد عدنيك، ما تدري شو مستي في الدنيا برا، الدنيا مجلوبه بسبه كورونا. عبد الله انت متاكد من هالموضوع؟ عشان انا بنشر حق الجروبات اللي عندي، مو هذا عقب يا علي انشر، انا متاكد مصادري موثوقه وانا كنت موجود بنفسي. زي قلت لازم انشر الحين. شوف حتى الشرطه مانعين الناس، شوف كم يمنعينهم، كم واحد ما يخلونهم يتقدمون، لا حول ولا قوه الا بالله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أبوي، تفضل حياك الله. عليكم السلام، تفضل حياك الله. يلا بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بنتي. ابوي هذا انت يمكن يعني طايح من يومين في الشارع، شلتك الاسعاف. احنا وين بدي شو بسوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اشوف هي هالفيديو تو وصلني على جوجل واتساب، ليش الناس تقدر تتبلع الوادم؟ لا اله الا الله، استغفر الله استغفر الله. ليش الناس كذا؟ ليش ياخذون لك الكلام هذا وينشرونه بدون ما يتاكدون؟ هذا غلط، هذا غلط، هذه اشاعات. انا الحمد لله ما فيني شيء بعد الاشاعات يا عيالي. ترى الضرب سمعتكم والضرب سمعة بلادكم، خذوها من المصادر الموثوقة والجهات المعنية. اي اخبار لا تاخذوها من جروبات الواتساب، وهي كلها تنشر معلومات مغلوطة. هي نعم يا عيال، وسمعة الوطن امانة امانة امانة. في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها القيادة العامة لشرطة الشارقة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد، وجهت شرطة الشارقة أفراد الجمهور استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية عبر موقع وزارة الداخلية MOI وتطبيق شرطة الشارقة شارجة بوليس دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، سعياً منها لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والحماية للمتعاملين للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعاً القيادة العامة شرطة الشارجة مهتمة في سلامة المتعاملين وسلامة الموظفين اللي هم موظفي سعادة المتعاملين، وبالتالي أخذ جميع الإجراءات الاحترازية في مراكز سعادة المتعاملين، ونوهت المتعاملين إلى التوجه إلى منصات الذكية ومنصات الرقمية في تقديم الخدمات. وبالتالي أغلب خدمات اللي هي أكثر طالباً أو نقولها خدمات ذات الأولوية موجودة في مواقع ذكية، سواء كان تطبيق الوزارة اللي هو MOI أو تطبيق القيادة العامة شرطة الشارجة اللي هو شارجة بوليس، أو عن طريق الموقع الإلكتروني شرطة الشارجة. بالنسبة للإجراءات الاحترازية، طبعاً إحنا نستقبل المتعاملين في مراكز السعادة أو مراكز الشرطة المنتشرة في على مستوى الإمارة، وبالتالي هذه المراكز يتم عندها بعض الإجراءات أو يلتزمون فيها. فمجرد وصول المتعامل لهذه المراكز يكون فيها بعض أو فلترة للمتعاملين، فبالتالي أي خدمة يطلبها المتعامل من البوابة الخارجية للمركز وكانت هذه الخدمة موجودة على التطبيق الذكي أو على الموقع الإلكتروني يتم إرشاده لاستخدام هذا الموقع أو الانتقال لطلب الخدمة عن طريق الموقع. أما إذا كان الخدمة تحتاج إلى حضور الشخصي للمتعامل، يتم أخذ أو كشف المتعامل عن طريق الأجهزة، كشف الحرارة وغيرها من الأجهزة. فإذا كان المتعامل سليم يتم إدخاله لصالة الانتظار في مركز الخدمة، وأما إذا كان المتعامل اشتبه فيه أنه في عليها أعراض هذا الفيروس يتم نقله في غرفة حجر صحي موجودة في كل مركز، واخذ جميع تدابير احترازية وطلب سيارة الإسعاف الوطني لأخذه وتعقيم الغرفة نفسها. عندنا احنا فريق أو لجنة مسؤولة في القيادة على جميع المباني، يتم تعقيب جميع مباني القيادة كل 3 ساعات، فمراكز الخدمة معقمة في كل 3 ساعات تعقم. بخصوص المتعامل اللي يطلب الخدمة، بعد انتهاء من الخدمة يتم التواصل معه، فإذا كانت يقدر ننهي الخدمة وتم إيصال الخدمة عن طريق الإيميل أو طريق أي طريقة ثانية يحول دون وصول المتعامل لمركز الخدمة نطبقها. منهم جماعة من البنت الدنيا ودين، ومنهم ايدينا نظام المكرمة طارقة، منهم مسح دم محتاجه ودمعة حزين، ومنهم افرع
إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أن نلقاكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.